اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى الجميع يكون بخير ولا خير. اسمحوا لي بزاف انني شحال هذا ما حطيت فيديوهات وما كنجاوبكمش، لان كنا مع ولدنا ريان اللي فقدناه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعلهم من اهل الجنه ويصبر والديه. وعزاؤنا واحد، وتحياتي من هذه القناة لجميع الدول اللي ساندات المغرب، لا بالدعاء ولا باتصالات ولا منهم اخواننا الجزائر وتونس ومصر، ليبيا، السودان، قطر، السعودية، جميع الدول الخليجية. تحياتي للجميع. يعني ولدنا ريان خلى واحد الرسالة، وحيا فينا واحد الإحساس اللي كنا تنقولوا يمكن لا فقدناه، وهو ديال الإنسانية. يعني ولينا كنشوفوا الموتى خوتنا في فلسطين وفي سوريا، ولينا كنقولوا واش بقى عندنا احساس ولا لا. ولكن ريان يعني هي فينا داك الاحساس، كنا بغينا نفرحوا به جميع، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ. الامر بيد الله سبحانه وتعالى، الله يصبرنا جميع عليه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعلهم من اهل الجنه يا رب. الله يصبر الجميع لي. يعني تعجز الكلمات عن المعاناه اللي كان يعاني في الداخل ديالنا. كنا بغينا نفرحوا به. عانى مسكين، يعني عانى واحد المعاناه كنشوفوا فيه ولدنا طايح تماك، يعني من غير انني كنحس بان راه ولدي طايح تما، ولا راه كتشوف طيف الباقي صغير. يعني مدة ديال 5 أيام طالع في السادس، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصافي ما عندي ما غادي نقول. غير خاص يعرف بأن راه أي واحد كان مسؤول على أنه يدير شي حاجة وما دارهاش، راه غدا أمام الله غادي تسأل عليها. هذه رسالة، يعني كنقول راه أي واحد كان في استطاعته يدير شي حاجة وما دارهاش، راه غيتسأل على هذيك المسألة غدا أمام الله. الله يصاوب. وكنحاول نوجه واحد الرساله لجميع المواطنين في المغرب ولا في الدول العربيه اللي غادي يفهم اللغه ديالي. هذوك البلاد، هذوك البيار وداك الشيء، ولاو تغطيهم الله يرحم لكم الوالدين. ماشي غير البيار، اي حاجه غادي تضر بالاطفال، سواء الخيوطه ديال الضوء ما مقادينش، سواء بوطه، سواء دواء قريب للدراري الصغار، سواء اي حاجه غادي تضر بطفل صغير ما عارفش شنو هي والخطوره ديالها، حيدوها. الله يجازيكم بخير باش ما نبقاوش نوقعوا في مثل هذه المشاكل هذه. وتحياتي للجميع اخوان. ان شاء الله ابتداء من غدا راه غادي نبدا معاكم ان شاء الله، وراه عندي اخبار زوينه ان شاء الله بالنسبه للبيرميات. وبالدالين ان شاء الله، انا دابا راه بحراكي جاي من الخدمه، يلاه راجع من الخدمه. وغدا ان شاء الله راه غادي ندير لكم فيديوهات، وراه غنولي ندير لايف ان شاء الله، واللي عنده شي سؤال غادي نجاوبوه الا كنا كنعرفوا، يعني على حساب المعرفة ديالنا. ومرحبا بكم في القناة الصغيرة عندي، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.